أما هلأ ليا بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، ومحطة طبية وصحية. كلياتنا بنعرف إنه شهر رمضان المبارك، إن شاء الله هيك بيكون شهر مبارك على الكل، صار على الأبواب، وكتير منا بتكتر فينا نقول العزايم، والسفرة السورية والدمشقية غنية بالأكلات الطيبة والتنوع الغني. لكن يمكن في كتير من الناس بصير معها مشاكل صحية بسبب الصيام لفترات طويلة وعلى وجبة الإفطار تعدد الأكلات وتنوعها. رح نحكي عن أهمية النظام الصحي في شهر رمضان المبارك مع الدكتور فادي خشروم، أخصائي تغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور. بالبداية خلينا نحكي عن فوائد الصيام بشكل عام. أول شيء رمضان كريم عليكم وعلى الإخوة المشاهدين، نتمنى هذا الشهر طبعا يكون شهر استشفاء وتعافي للجميع، يا رب ما يكون فرصة لخلق اضطرابات ومشاكل تغذوية جديدة. الصيام حقيقة فوائد عديدة جدا، ممكن نذكر أهمها هي إعادة ضبط مستويات سكر الدم عبر تقليل ما يعرف بمقاومة الأنسولين. شو هي مقاومة الأنسولين؟ مقاومة الأنسولين هي حالة بتكون فيها مستويات سكر الدم مرتفعة عن الحدود الطبيعية. هالحالة هي حالة غير صحية، عادة تسبق حالة مريض السكري، تمام؟ فإذا هالحالة هي عبر الصيام نحن ممكن نعمل عملية عكس لها، تمام؟ نزيد حساسية الأنسولين بالخلايا الجسمية المختلفة، وبالتالي نمنع تطور هذه الحالة إلى حالة السكري. من فوائد الصيام أيضاً اللي ممكن نذكرها هي خفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية. خفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية يعني أنا عم بمنع هذا الإنسان إنه يتحول لمريض ضغط. مريض الضغط مثل ما بنعرف للأسف رح يعاني مستقبلاً من تبعات سيئة جداً على سوية العضلة القلبية وعلى سوية الكليتين. كمان ممكن نذكر من فوائد الصيام على سوية الجملة العصبية المركزية إنه بيساعد على إنتاج خلايا عصبية جديدة. هالخلايا العصبية الجديدة تمنع تطور الأمراض المرتبطة بهذا السياق مثل الزهايمر مثل باركنسون. كمان كمان فينا نذكر من فوائد الصيام هو زيادة معدلات هرمون النمو بدرجة كبيرة جدا. هالزيادة هي رح يكون في إلى أدوار حميدة جدا بالحفاظ على الكتلة العضلية، بتساعد على خسارة الدهون بوتيرة متسارعة. طيب دكتور خلينا نحكي كيف فينا نهيئ جسمنا صحيا لشهر رمضان المبارك، لأنه بنعرف الصيام لفترات طويلة وبعدين بتجي وجبة الإفطار اللي هي غنية يعني دسمة، وهي بتلاقيها وجبة واحدة خلال النهار. نحن كنا بالشتاء يعني متعودين ناكل يمكن كل شوي تعدد بالوجبات، ففي ممكن يصير اضطراب هضمي او ممكن عسر هضمي. كيف فينا نهيئه تدريجيا للجسم مع الصيام؟ هلا عاده بيكون النظام الغذائي برمضان مكون من وجبتين مثل ما بنعرف، عباره عن افطار وسحور، واحيانا بيكون في وجبه داعمه خفيفه اللي هي السناك. نحن اهم شيء ممكن نعمله هلا بالايام القليله المتبقيه انه نحاول نقلل السناكات ما امكن. أنا لما بقلل السناكات عملياً أنا بطريقة غير مباشرة عم بطلب من جسمي أنه يلجأ لمخازن الطاقة اللي موجودة عندي مثل النسيج الدهني لأستخدمه كمصدر للطاقة، وبالتالي أنا بخفف الرغبة عندي بتناول المزيد من الأطعمة. هي شغلة. الشغلة الثانية اللي ممكن أنا أعملها حاول صغر محتوى وجبتي الطعامية. الوجبة الطعامية لما بصغرها أنا كمان بنفس الوقت عم سرع من عملية تأهيل جسمي للدخول بمرحلة الصيام. بحاول قدر الإمكان هلأ حالياً أني أعتمد على الأطعمة اللي بتتفكك بشكل بطيء، الأطعمة يلي ما بترفع معدلات سكر الدم بدرجة كبيرة جداً. هالأطعمة هي مثل البقوليات على سبيل المثال، مثل الحمص، مثل الفول، مثل العدس، رح تحافظ على مستوى ثابت من سكر الدم لأطول فترة ممكنة، وبالتالي ما بتخليني جوع. تمام دكتور، في كثير من الأشخاص هن ما بيقدروا يصوموا مثل مرضى السكري، مرضى الضغط وأمراض مزمنة أخرى، ولكن بيصروا على الصيام. هون نحن أكيد لازم يكون الصيام بإشراف طبيب مختص لحماية جسمهم. صحيح. من إن كان هبوط سكر، إن كان بالضغط، وإن كان بأمراض تانية. خلينا نحكي شو هي الاستثناءات، كيف بنهتم بالمرضى يلي هن ما لازم يصوموا عندهم امراض، كيف نحن لازم نهتم فيهم. تمام، هلا خلينا نقول بدايه ان احنا هذا الموضوع ما في مكابره ابدا. أكيد. انا وقت اللي بكون اخذ توجيهات من طبيبي اللي عم يشرف علي بشكل مباشر انه انا ممنوع من الصيام، فانا يفترض فيني اتقيد بالكامل بالتعليمات اللي عم يعطيني اياها طبيبي. حدوث لا سمح الله انخفاض شديد بمستويات سكر الدم ممكن يؤدي لغيبوبة. ببعض الأحيان ممكن تتطور الحالة المرضية اللي عندي، يعني مثلا أنا في حال كنت عم أعاني من قرحة وطبيبي أوصاني بعدم الصيام وأنا أصريت على الصيام، ممكن تزداد الأمور سوءا. فلنفرض حدا عنده مشكلة أخرى، مثلا عنده موضوع حصيات مرارية، والحصيات المرارية الصيام ممكن يزيد الحالة سوءا.
فإذا أنا يفترض دائما أكون بعلاقتي مع طبيبي علاقة تناغم مستمرة، يفترض أني دائما أكون ملتزم بالتعليمات اللي عم يمليها طبيبي، لأنه أبدا ما في مكابرة بهذا الأمر. طيب خلينا نحكي دكتور عن النظام الصحي خلال شهر رمضان المبارك. نحن بنعرف أنه السفرة السورية غنية ومتنوعة بالأكلات الدسمة، وبتلاقي دائما يعني الناس بتنطر شهر رمضان بلش السفر كلياتها وأكلات وتنوع. خلينا نحكي عن الإفطار، فينا نقول مش المثالي نوعا ما، الصحي يعني اللي ما بيعمل لي مشاكل صحية وبنفس الوقت باخذ قيمة غذائية. تمام. هلأ يعني فينا نقول نحن أو نعرف الوجبة المثالية أو الوجبة الصحية هي الوجبة المحضرة من مكونات صحية وبطرق صحية. تمام. فينا نقول كمان أن الوجبة المثالية هي الوجبة التي تلائم سين من الناس. تمام. يعني لا توجد وجبة مثالية تلائم جميع الأشخاص. صحيح. يعني على سبيل المثال اليوم الوجبة المثالية لسيدة تعاني من نقص بمعدلات الحديد، تعاني نقص بمستويات الكالسيوم، بتكون هي الوجبة اللي بتسد هالثغرات اللي موجودة عندها. شخص آخر على سبيل المثال بيبذل مجهود بدني كبير جدا خلال اليوم، مهنته شاقة، فيفترض تكون وجبته المثالية فيها كم من البروتين أعلى بقليل، كم من الكربوهيدرات أعلى بقليل. فإذا الوجبة المثالية لا يمكن تعريفها بالمطلق، ولكن نحن فينا نقول إذا بنحكي بالعموميات الوجبة المثالية هي الوجبة اللي محضرة بطرق صحية ومكونات صحية، الوجبة اللي ما بتسبب لي التخمة، هذا أهم شيء، الوجبة اللي ما بتسبب لي التخمة، الوجبة اللي ما بترفع معدلات سكر الدم بشكل جنوني. تمام. دكتور يعني مشاريب كثيرة نتناولها بشهر رمضان المبارك، منها مصنوع صناعيا ومحطوط له يمكن اضافات كثيره ومحليات وملونات، ومنه الطبيعي، وفي كثير من الامهات بلشوا يحضروا من هلا بالبيت. تمام. خلينا نحكي عن المشروبات، قديش هي مهمه وقديش هي مضره، وقديش نحن لازم الكميه اللي ناخذها لحتى تساعدنا بالساعات الطويله من الصيام. طيب نحن خلينا نحلل الامور شقفه مثل ما بيقول. هلا اول شيء انا وقت اللي عم بشرب او عم بلجأ للعصائر، شو الهدف؟ انا عم بلجأ للعصائر بهدف تعويض فاقد الماء. طيب نحن ما زلنا بايام الطقس فيها معتدل، نحن ما عن يعني ما في داعي لهالقلق الكبير جدا اني اعوض فاقد السوائل والشوارد الكبير جدا. تمام. هي نقطه. هل انا خائف على سبيل المثال من نقص مستويات سكر الدم عندي؟ هالحالات هي ما بتصيب غير الاشخاص اللي عندهم اساسا امراض مثل مريض السكري على سبيل المثال. فاذا من حيث المبدا انا وقت اللي بلجأ للعصائر بهدف تعويض السوائل انا ممكن الجأ للماء، اذا انا عم بلجأ للعصائر بهدف تعويض السكر فانا اساسا ماني امام حاله خطيره جدا تستدعي هذا الكم الكبير من السكر. انا اذا بدي الجأ للعصائر او بدي ادرج العصائر بافطاري بس بهدف اني ادخل كم من الفيتامينات، ادخل كم من المعادن على سبيل المثال، كم من مضادات الاكسده وكم بسيط من السكر، ما في مشكله. تمام. ولكن انا اعتمد على العصائر بالدرجه الاساسيه لان وجودها هو شرط اساسي، ابدا هذا الكلام غير صحيح. طيب خلينا نحكي مبدئيا بوجبة الإفطار، يعني أنا كيف فيني بلش يمكن بالأكل تدريجيا، لأنه نحن بنعرف السفرة السورية والدمشقية غنية، بتلاقي الكل بتنفتح قابليته ببلش يتنوع. خليني فيني بلش تدريجيا، فينا نقول مثلا شوربة سلطة لحتى ما يكون شيء ثقيل على المعدة شوي شوي. تمام. هلأ إذا أجيت للحقيقة أفضل شيء ممكن نبلش فيه إفطارنا هو الماء. الماء مثل ما بنعرف نحن هو مكون حيادي، هالمكون هذا لا يحوي كم من السعرات، ما بيرفع معدلات سكر الدم، وبنفس الوقت ممكن يعوض الفاقد من السوائل اللي خسرناه سواء عبر عملية التنفس أو التبول أو التعرق أو غيره. فإذا أفضل شيء ممكن نحن نبلش فيه الماء. بما أنه ذكرنا الماء، إذا بتسمحي لي بس هيك إن نعرج على شغلات صغيرة جدا، منلاحظ بعض الأشخاص بيشرب كميات كبيرة جدا من الماء دفعة واحدة. شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة ممكن يحرم الإنسان أنه يتناول وجبته الرئيسية. طيب بنشوف نوع آخر من الأشخاص بالإضافة لشرب كميات كبيرة من الماء ما عنده مشكلة، ممكن يبدأ بوجبته الرئيسية، فبالتالي نحن صار في عنا المعدة بحالة امتلاء كامل، صار في عندي بطء بالإفراغ المعدي. كمان هي مشكلة أخرى. طب هدول الأشخاص اللي اعتادوا إنه يشربوا كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، نحن ممكن نوجه لهم نصيحة، بما إنه إحنا ما زلنا بأيام الطقس فيها معتدل، ممكن يشربوا ماء أقرب إلى السخونة، كأننا عم نشرب شاي بس نحن بالنهاية عم نشرب ماء. تمام. هذا الشيء بجنبنا إنه إحنا نشرب كميات كبيرة جدا من الماء. بنشوف نوع آخر من الأشخاص بيشرب ماء بارد، معتاد على شرب الماء البارد مهما كان الطقس ومهما كان الفصل، فما في مشكلة، نحن طالما متعايشين مع هذا الأمر
ما في عنا أي مشكلة، ولكن نحن ممكن ننبه بعض المرضى مثل اللي بيعانوا من تعذر ارتخاء المريء إكليجيا على سبيل المثال، أو اللي بيعانوا من الشقيقة إنه ما يشربوا الماء البارد لأنه ممكن تزداد الأمور سوءا. هو أنسب شيء من حرارة الغرفة؟ أكيد أكيد أضبط شيء وأنسب شيء هو حرارة الغرفة. بعد ما بنخلص الماء نحن مثل ما تفضلتي ممكن ننتقل لشيء سهل الامتصاص، كمية قليلة جدا من التمر وليس كمية كبيرة من التمر، لأنه إحنا مثل ما قلت لكم إحنا لسنا أمام حالة تدهور بمستويات سكر الدم، فممكن تمرة تنتين ثلاثة على الأكثر، أي نوع ثاني من الفواكه المجففة مو شرط التمر، تمام؟ ممكن نلجأ لبعض أنواع العصائر، العصائر المضاف لإلها ماء، بس أكيد عصائر طبيعية، وأهم الشيء إنه ما تكون الكمية كبيرة جدا. بعد منها بقى ممكن ننتقل للوجبة الرئيسية، نفضل نحن دائما نبدأ بالسلطات. السلطات الخفيفة يلي أكيد ما بتحوي خبز مقلي على سبيل المثال مثل الفتوش هي خيار مثالي جدا، بيعبي شوي هالحيز الموجود بالمعدة وبالتالي بيمنع أني أنا أتناول أو بيحدني من أني أتناول كم كبير من الطعام خلال الوجبة. تمام دكتور، خلينا نروح شوي مع صيام الأطفال. كثير من الأطفال ببلشوا يصوموا شي لساعة 12 شي للتنتين وشي للأربعة. تمام. خلينا نحكي كيف من هي أطفالنا كان أول مرة، كيف من علمهم هي الطقوس بالبيت، ويمكن شو أهم شيء نركز عليه بوجبات الأفطار عند الأطفال. هلا مثل ما تفضلتي أكيد يعني مهم جدا أنه نعلم أطفالنا على هذا الأمر. موضوع التدرج هو فعلا الموضوع الأهم، وطبعا كل هذا الأمر مرتبط بالمرحلة العمرية اللي عم يمروا فيها هذول الأطفال. تمام. فعلى سبيل المثال يعني الأطفال اللي بعمار صغيرة جدا ما يفترض نحن أنه نبالغ، يعني حتى لو كانوا هن مصرين نحن يفترض أنه ما نشجعهم على هذا الأمر. ممكن نكتفي لساعات الظهيرة مثل ما قلتي، ممكن للعصر كحد أقصى. الأطفال اللي بيعانوا طبعا من حالات مرضية خاصة أكيد ما يفترض أبدا نحن نساعدهم على هذا الأمر، ولكن نحن بس ممكن كطقس اجتماعي نحن ممكن نعلمهم ضرورة المشاركة بهيك عملية. طيب خلينا دكتور نحكي معك عن أهمية المشروبات خلال شهر رمضان المبارك. نحن بنعرف يعني التمر هندي بتلاقي كتير، التوت الشامي، بنفس الوقت في كمان مشروبات مضاف إلى ألوان فينا نقول وصبغيات ومحلات بشكل كبير. الكمية اللي ممكن أنا ممكن استفاد منها تقريبا قديش؟ يعني مثل ما قلنا أنه بتلاقي بتنفتح الواحد قابليته بيشرب 3-4 كاسات، بيأكل بطريقة نهيمة شوي. تمام. هلأ الفكرة الوجه السيء للمشروبات بما أنها هي تحوي كميات كبيرة من السكر، كل مرة أنا عم بدخل فيها كميات كبيرة من السكر عم بستثير الأنسولين بدرجة كبيرة جدا. استثارة الأنسولين رح تقلل معدلات سكر الدم، رح تخلق عندي الرغبة بتناول المزيد وشرب المزيد. فلذلك نحن عم نقول نحن يفترض من حيث المبدأ أول شيء الكميات تكون مضبوطة منذ البداية، فأنا من أول ما عم بلش أفطاري خلص حاطت هالكمية هي الكمية المخصصة إلي فقط. العصائر إذا بقدر حضرها ببيتي كرمال قلل كمية السكر ما أمكن فبيكون هذا الأمر عظيم جدا. يعني مثلا التمر الهندي إذا بقدر أنا حضره بالمنزل عندي بأقل كمية سكر ممكنة فهذا الأمر بيكون رائع جدا. حتى العرقسوس، العرقسوس من الخيارات الرائعة جدا، ولكن أنا بحاول أني ما أفرط بالكميات. أنا ممكن ألجأ لخيارات تانية ممكن حضرها ببيتي، خلائط الفاكهة على سبيل المثال. أنا ممكن أحط البرتقال مع التفاح مع الفريز، أضف لهم شوية مي، هيك بكون قللت كم السعرات الحرارية، بنفس الوقت حصلت على كم كبير جدا من الألياف. ممكن العصائر كلها أستغني عنها بشيء آخر بيعوضني عن السوائل على سبيل المثال، وبنفس الوقت ممكن يمدني بالفيتامينات مثل خلائط الموز والحليب مثلا الكوكتيلات. كوكتيلات أيضا خيار أكثر من رائع بإني ممكن أن أدرجه سواء بالفترة ما بين الإفطار والسحور أو على الفطور حتى. تمام. دكتور على السحور كثير في من الأشخاص بيرجعوا بيأكلوا الطبخ يلي أكلوه على الإفطار، وفي أشخاص بيأكلوا يمكن الحواضر مثل ما بنقول أو سلطات خفيفة. تمام. شو المفروض يأكلوا الناس على السحور خاصة أنه يمكن في كثير من الأقاويل أنه درجات الحرارة رح ترتفع بشهر رمضان المبارك، فكيف بدهم يقوا حالهم من هذا الظمأ يعني؟ تمام. هلا مثل ما تفضلتي حضرتك فعلا بنشوف بعض الاشخاص بيرجع الوجبه اللي تناولها على الافطار بيرجع بيتسحر منها. للاسف بتكون يعني بعتقد انه ما رح يقدر يسيطر على مستويات العطش، لان اساسا بتكون كميات الملح المحضره بطبق الافطار بتكون تقريبا مرتفعه نوعا ما. فانا حقيقه افضل انه نحن نعتمد على حواضر البيت مثل ما تفضلتي حضرتك، البيض، اللبنه، الجبنه المسبحه، الزيتون، هالخيارات كلها اللي تعودنا انه نتناولها ببيئتنا الشاميه خيارات صحية.
صحية ومثالية بالحقيقة، ولكن نحن في عندنا بعض الأخطاء بنرتكبها عادة، إذا صححناها فبنكون فعلا أمام وجبة سحور مثالية. على سبيل المثال مثلا نحن وقت نتناول البيض على السحور، البيض يحوي كميات جيدة من الصوديوم، فأنا ما في داعي أبدا أن يضيف كميات إضافية من ملح الطعام. وإذا وجدت نفسي أني ضفت كميات إضافية من ملح الطعام، فأنا ممكن زود كمية الخضرة بوجبة السحور عندي كرمال أعمل عملية تعديل لمستويات البوتاسيوم، وبالتالي أنا خلقت توازن ما بين مستويات الصوديوم والبوتاسيوم. الزيتون اللي عادة بنتناوله أنا ممكن استبدله بمصدر آخر للدهون الصحية مثل زيت الزيتون على سبيل المثال. في عنا عادة غذائية سيئة كمان نعملها دائما على سحورنا أو تعودنا نعملها، اللي هي شرب الشاي مع الأكل. كثير مننا بيفكر أنه شرب الشاي هو بس بيأثر على امتصاص الحديد، للأسف شرب الشاي مع الحواضر اللي ذكرناها حتى بيأثر على امتصاص الكالسيوم. تمام، الكافيين الموجود بالشاي رح يأثر. هي الكمية اللي بتفرق يعني، ولا لازم ما بقى يشرب شاي مع بعض يعني؟ هلا نحن حنعطي حلول بديلة إذا حبيتي، حتى ممكن نحن نعطي حلول بديلة، بس من حيث المبدأ الكافيين الموجود بالشاي رح يأثر على امتصاص الكالسيوم. طب نحن أمام هالحالة هي شو ممكن نعمل؟ أما أنا بلجأ لمشروبات بديلة مثل الزهورات على سبيل المثال، أو مثل الحليب، الحليب كمان مع حواضر البيت يعتبر خيار جيد نوعا ما، أو إني ممكن أشرب هالشاي والمنبهات بأوقات بعيدة عن وقت السحور، أو حتى ممكن أعمل شيء آخر حتى ما أثر على امتصاص الكالسيوم، ممكن أزود المحتوى البروتيني بوجبتي. لما بزود المحتوى البروتيني بوجبتي فبكون أنا عوضت نوعا ما عن نقص الكالسيوم. ممكن ألجأ لتحلية الشاي عندي، يعني أنا أضل عم بتناول الشاي ولكن ألجأ لتحليته بسكر الإكزيليتول. سكر الإكزيليتول هو سكر كحولي، تمام، منه أنا بكون قللت كم السعرات الحرارية بوجبتي الغذائية، وبنفس الوقت زودت امتصاص الكالسيوم بوجبتي. طيب دكتور، يمكن حكينا عن وجبة الإفطار ووجبة السحور، نحن بنعرف ممكن بيناتهم يكون في سناك خفيف أو وجبة خفيفة، وأغلب البيوت بتكون يمكن طبق حلو، يعني بتلاقي كل الناس بعد الفطور ممكن تتحلى شوي وتاكل حلو. خلينا نحكي عن هي الوجبة والحلو، يعني كميته قديش ياخده، لأنه بتلاقيه بيكتر بشهر رمضان بشكل يومي يعني بشكل مستمر. هلأ وجود هي الوجبة الداعمة اللي عم تحكي عليها حضرتك، وجبة السناك، بيعتمد حقيقة على حجم وجبتي الرئيسية اللي أنا تناولتها على الإفطار. يعني فلنفرض على سبيل المثال أنا تناولت وجبة خفيفة جدا بهدف أنزل على تمريني، مثل ما بنشوف بعض الرياضيين بيتناول وجبة خفيفة جدا كرمال ينزل على تمرينه. بنشوف البعض الآخر مثلا الأشخاص اللي بدهم يؤدوا الصلاة كمان بيتناول وجبة إفطار خفيفة جدا بهدف إنه ما يشعر بالانزعاج أثناء أداء الصلاة. فهون الوجبة الداعمة اللي عم تحكي عليها حضرتك بتتحول لوجبة رئيسية لا تقل أهمية عن وجبة الإفطار المتناولة بالعادة. خلينا نحكي عن سيناريو معاكس، فلنفرض نحن كنا أمام شخص تناول وجبة كبيرة جدا على الإفطار، هل هو بحاجة إنه يعمل سناك؟ لأنه نحن هلأ أوصينا بمقابلتنا إنه نحن السناك مثلا ممكن نتناوله، أكيد لا. أفضل شيء ممكن يتناول هو، أو أفضل شيء ممكن يعمل إنه ما يتناول ولا شيء بالفترة الزمنية كرمال يعمل عملية إراحة للجهاز الهضمي قدر الإمكان. بالنسبة لموضوع التحلية عم تسأليني حضرتك، أكيد ما في مشكلة، يعني نحن ممكن ندرج حلويات صحية سواء محضرة بالبيت أو بعض الحلويات اللي ممكن نشتريها من الخارج ولكن بكميات قليلة جدا. نعم دكتور، نحن كثير بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ونهارك حلو يا رب، ورمضان مبارك عليك وعلى كل عائلتك. رمضان كريم عليكم وعلى كل المشاهدين، شكرا لاستضافتكم الكريمة. شكرا لك دكتور.